أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الجمعة 25/2/2022 من بيت المقدس ومن داخل المسجد الأقصى المبارك ومن أمام باب المغاربة أو باب البراق، باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر أبواب المسجد الأقصى المبارك في الحائط الغربي. أعيد البناء الحالي لهذا الباب في الفترة المملوكية في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في عام 713 هجرية، وطبعا خلف هذا الباب حارة المغاربة وحائط البراق. الباب هو جزء من حارة المغاربة، وهي من أشهر الحارات الموجودة في البلدة القديمة. يرجع جزء من شهرة الحارة إلى إقدام إسرائيل على تسويتها بالأرض بعد احتلالها عام 1967، حيث حولتها إلى ساحة سمتها ساحة المبكى لخدمة الحجاج والمصلين اليهود عند حائط البراق الموجود أمامكم. طبعا الباب مغلق أمام المصلين المسلمين، وهو بجانب المدرسة الفخرية، وأيضا بجانب مصلى المغاربة، وهو حاليا المتحف الإسلامي، المئذنة الفخرية أو مئذنة باب المغاربة، وأيضا المصلى القبلي والذي يقع تحته المسجد أو المصلى الأقصى القديم. وهنا نرى باب المغاربة من الخارج، وأيضا المصلى القبلي ومئذنة باب المغاربة أو المئذنة الفخرية، وأيضا حائط البراق والذي يسموه اليهود حائط المبكى، حيث يصلون فيه وعليه. سبب التسمية هو بسبب دخول من كانوا يحضرون من المغرب العربي إلى فلسطين، حيث كانوا يدخلون إلى المسجد الأقصى المبارك من هذا الباب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مقيما محتسبا في بيت المقدس فكأنما مات في السماء. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم، القدس تهديكم السلام.